يتصدر اليسار المشهد في فرنسا لتنعكس هذه النتائج إيجابيا على القراءة التي تعنون الساحة السياسية أيضا بالجزائر. وإن استبعد العديد من المحللين تأثير هذه الانتخابات على الشراكات الفرنسية الجزائرية التي تؤسس بالدرجة الأولى على حسابات براغماتية بحتة، يبقى ملف الهجرة أكثر الملفات التي استخدمت بشكل مباشر كورقة لاستمالة الناخبين في هذه الانتخابات التشريعية. ولكن اليوم مع أقصى اليسار أو مع الاشتراكيين أو مع اليمين الوسط، كلهم لديهم علاقات متوازنة وهادئة مع الجزائر، وبالتالي ما يجمع فرنسا والجزائر في الملفات الكبرى هي اتفاقيات بين دولتين، ووصول أي رئيس أو أي كتلة من أي عقيدة سياسية في فرنسا هذا لن يؤثر على الملفات الكبرى الموقعة بين الدولتين. من وجهة نظر أخرى، تراجع اليمين المتطرف يخدم بشكل أكثر مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية التي باتت لا تتحمل المزيد من التوتر في ظل تمسك اليمين بالعديد من المواقف المتطرفة. حين يقول هذا الحزب في خطابه بأنه سيتخذ إجراءات وسيعيد النظر في قانون الهجرة وسيمرر يعني سياسات كلها تستعدي الجالية والمهاجرين وتحملهم كل مشاكل فرنسا وتؤدي ربما إلى إيقاد العنصرية في جزء كبير بكل أسف كما رأينا في الشعب الفرنسي، فهذا لا شك كان يثير قلق الجزائر. وعلى رغم اختلاف سياسات اليمين واليسار، يفرض الواقع بمعطياته في جميع الأحوال الالتزام بجميع الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وفرنسا. سابقا استعملت جورجيا ميلوني خطابات مريبة فيما يخص مسألة الهجرة ولم تصدر أي قرارات جريئة بعد توليها منصب رئيس وزراء إيطاليا، ما يزيح الكثير من المخاوف بما يخص هذه المسألة أيضا بفرنسا، فارتفاع عدد المهاجرين إليها يفرض واقعا يتطلب الكثير من الليونة لتسييره. الجزائر سربانا اليوم.